اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه جديده على العروسه بتاعت مونستر هاي، هنغيرها تبقى وحش النهارده. واو بصوا شكلها حلو ازاي. اول حاجه دي العروسه معايا، كنت وريتكم المكونات بتاعتها في فيديو قبل كده. النهارده بقى هنعمل تجربه عليها ونغيرها بقى خالص ونخليها ايه، وحش شكله مرعب جدا. انا قلت لكم ان انا معاها الاكسسوارات ومعاها ودان ومعاها حلق ومعاها شعر مختلف زي ما انتم شايفين، ومعاها ستيكرز بتعلق عليها، وهنستخدم كمان المقص هنحتاجه. والستيكرز دي كلها عشان نغير بقى لون عينيها ولون حواجبها، وهنعمل بقى بيها ايه. وهنحتاج بصوا زي فوطه او منديل صغير عشان احنا نضغط بيه على عينيها. طيب ممكن يكون مثلا مبلول سنه كمان عشان يساعدنا ان احنا نشيل الستيكرز اللي معانا. طيب بصوا يا اصحابي، كل حاجه هنحتاجها اول حاجه ايه، نلزق الاستيكر على عينيها ونلزق حواجبها، فكده نشوف بقى هنعمل فيها ايه عشان نخلي شكلها بقى حلو جدا. طيب بصوا هنحتاج كمان الفرشه عشان نزرح بيها شعرها، عشان شعرها شكله بصوا عامل ازاي، شكله ايه وحش قوي. طيب اوكي هنغير شعرها خالص، هنشيل طبعا الشعر الاسود ده كله وهنخلي شعرها لونه ازرق بس. بصوا واو شلت شعرها كله بصراحة، بس اول بالفرشة عشان ما يكلكعش، وبعد كده هنشيله كله نوديه الناحية التانية. بصوا ادي ده الشعر الازرق بتاعها، واو بصوا شكلها حلو ازاي. طيب دلوقتي احنا قلنا هنشيل الشعر الاسود هنخبيه خالص، هيتبقى بس عندها الشعر الازرق. احنا عايزين بس الشعر الازرق يكون هو اللي باين. طيب بصوا ده ودنين اتنين اهم القرنين بتوعها، هنحطهم هنا. بصوا في الاول خرم هنا وده الخرم التاني، بعد كده هنربط شعرها. يبقى احنا كده حطيناها القرنين الاتنين، بقى دلوقتي هنربط شعرها اهو، كده شعرها بقى لونه ازرق بس. كده شكلها اول حاجة كده غيرنا شكل شعرها وحطينا فيها القرنين دول. طب تعالوا كده نجرب نحط لها الحلق ده. اهو بصوا الحلق ركب عادي جدا مفيش اي مشكله. ونحط لها بقى في رقبتها البسمارين دول عشان يدوها شكل مختلف، يكون فعلا شكلها مرعب. وركبنا عليه كمان السلسله دي، شكلها كده بقى حلو قوي. هنركب بقى ليها فضلها العينين والحواجب. طب بصوا ادي دي العينين اللي هي لونها ازرق، انا شايفه ان هي هتليق قوي مع الحواجب بتاعتها مع قصي شعرها، فهنحطها. اوكي هنقص بالمقص بقى النصين، نخلي بالنا عشان ما نقصش العين نفسها. بعد كده نفتح بقى الاستيكر اهي ونلفها كده نحطها على عينيها زي ما انتم شايفين. بعد كده نجيب بقى الفوطه ونضغط عليها. اهو ادينا كده حطينا العين، نجيب بقى الفوطة ونضغط عليها او المنديل الصغير ده لحد ما نتأكد خالص ان هي لزقت. بصوا ضغطت ازاي، نشيل بقى الاستيكر بالراحة لحد ما نتأكد ان هي لزقت. استنى بقى شويه بعد كده بصوا الله شكلها حلو جدا ومظبوطه بالظبط. انا معجبه بنفسي جدا، انا حطيت عينيها بالظبط كده. فاضل لنا بقى ناحيه تانية نعمل فيها نفس الكلام، وبكده نكون حطينا عينيها الاثنين. اوكي فاضل لنا بقى دلوقتي ان احنا نركب لها الحواجب بتاعتها. هنقي حواجب لونها ازرق عشان تليق مع شعرها. واو بصوا دول عاجبني جدا، هنحطها. ياي للأسف اتقطعت مني فشكلها بقى غريب قوي. بصوا نص الستيكر لزق ونص التاني لسه معايا. طب نحاول ان احنا نظبطه يمكن تتعامل.
للأسف أنا حاسة أني مش هينفع أني تركب تاني عشان الستيكر ايه اتقطعت كلها. مش مشكلة خلاص، احنا نجيب بقى ستيكرز، نجيب عين تاني يعني حواجب تانية عشان دي شكلها باظت خالص والميك اب بتاعها باظ خالص فهنشيلها. بس احنا من اصحابي نيجي نركبها بمنتهى السهولة، بس بطريقة ايه ان احنا نكون مركزين بس عشان ما تتقطعش زي ما هي اتقطعت مني. بعدين بقى دلوقتي اهو بص حطيت لها حواجب لونها برتقاني شكلها مضحك جدا، معلش هي قلبت عروسة بتضحك، بس المفروض ان دي وحش. مش احنا لما نيجي نركبه هنركبه كويس فمش هتتقلب معايا بالمنظر ده، هنخلي بالنا واحنا بنركبها علشان ايه كده. دلوقتي قلبت شكلها وحش وشكله ايه يعني مش مرعب خالص. دلوقتي بقى هنلزق الرموش، شايفين الحتة دي الستيكر ده بتاع الرموش، هنشيله خالص. هو بصوا هنشيل الطبقة بتاعته دي ونحطها ايه على المكان اللي هو في يعني ما بين على جفنها يعني، اهو زي ما انتوا شايفين نحط ستيكر شفاف عشان نلزق عليها الايه الرموش بتاعتها فيبقى شكلها حلو. اهي بصوا شكلها واو، بصوا الرموش حلوة ازاي. هنرفعها بقى لفوق، ايه ده الله، بصوا رزقتها من ناحيتين بقت رموش كده شكلها يجنن. انا فعلا معجبه بيها قوي بعد ما خلصنا. هو اي نعم الاورنج مش لايق والستيكرز اتقطعت من تحت، بس هي فعلا شكلها مرعب. مش مرعب قوي يعني، هو شكلها بيضحك بس انا مبسوطه بيها. يا ريت اصحابي نخلي بالنا واحنا بنلزق الستيكر عشان ما يحصلكوش فيها زي ما حصل معايا. ومش هسيبها بقى كده، لا انا هكمل عليها كمان وهلزق لكم ستيكر تاني على راسها ماشي، عشان ايه يحلي بقى منظرها خالص على الاخر بقى يعني عشان نحط الفاينل تاتش بتاعنا. اوكي هنحط الستيكر في النص هنا. واو بصوا اتقلب ازاي العنكبوت، اديني اكتر، احلى عروسه شفتها في حياتي يعني، وحيد القرن فوق بالشعر الازرق بالايه بالعيون الزرقاء زي ما انتوا شايفين بالبوكسين اللي في عينيها دول. لا 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 عروسه شكلها عامله قلق قلق قلق. انا الصراحه مبسوطه بيها جدا يعني لا انا مش بس مبسوطه، انا مبهوره بالمجهود الخرافي اللي انا عملته عشان اطلع لكم العروسه بالمنظر ده. لا ومش هسكت مش هسكت، انا عايزه اشوف الكومنتات بتاعتكم تنزل عليا وتقولوا لي ايه رايكم في العروسه الفظيعه دي بعد ما حطت لها الرموش واديتها البوكسين في عينيها عشان يطلعوا بالمنظر ده. استنى يا اصحابي الكومنتات بتاعتكم تقولوا لي ايه رايكم في العروسه بعد ما قلبتها وحش كده زي ما انتوا شايفين. هو وحش شكله مضروب ومش عارفة ايه لازمة الصراحة الستيكر بتاع العنكبوت اللي في نص راسها ده. بس انا هستنى الكومنتات بتاعتكم يا اصحابي تقولوا لي ايه رأيكم في العروسة الجبارة قوي 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 دي، تقولوا له ايه رأيكم فيها. هستنى الكومنتات بتاعتكم وقولوا لي لو عايزين انا اعمل لكم ميك اب لاي وحش تاني، ناخده بوكسين ناخده قلمين يعني لسه ما تتوقعوش انا ممكن اعمل ايه في الفيديوهات التانية. انتظروا معانا عشان تلاقوا من معانا ايه كل جديد مع وحوش كتير قوي من هاي مونستر. اتمنى اصحابي بجد يكون الفيديو عجبكم ويكون ضحكتكم شويه. بليز يا اصحابي يعني نقوا بالكم يعني خلي بالكم قصدي انتوا تحطوا الستيكرز عشان ايه ما تبصش منكم خالص زي ما باظت كده معايا في العروسه بتاعتي. واتمنى ان هي تكون عجبتكم ونستنى على الستيكر شويه عشان ايه ما يطلعش في ايدي زي ما طلع معايا. اوكي ما تنسوش يا صحابي تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هتوحشوني اوي يا صحابي، باي باي.